نشرة أخبار ثامنة من نيو تي في نبدأها بالعناوين. مافيات تهريب النفط تستقوي على الدولة بالنفوذ وصولات الإعلام. يو تي في تكشف شبكات المهربين بالأدلة. رحلة تهجير لم تنتهي منذ 40 عاماً. أهالي معسكر زمار في نينوى يطردون من مساكنهم مجدداً بلا وجهة. بغداد تختنق 10,000 طن من النفايات يومية، و15 شركة تقدم عروضاً لاستثمارها في إنتاج الكهرباء. مدن الإقليم تعتمد على 25,000 بئر ارتوازي في استخدام المياه، وأربيل تدرس الحفاظ على الثروة المائية ببناء 3 سدود. بعد أشهر على كشفها أكبر شبكات تهريب الخام، يو تي في تواصل التقصي وراء الحدث، متتبعة كواليس القضية وخيوطها عبر برنامج مع ملا طلال الذي فتح ملف مافيا الذهب الأسود الناشطة تحت رعاية مسؤولين كبار وقيادات ألحقت أضرارا بالغة في جدار الاقتصاد الوطني، تتجلى في الأرقام الصادمة للخسائر التي يتكبدها العراق جراء سرقة أنابيب النفط التي تنفذها عصابات ومن وراءهم جهات تستقوي بالمال والنفوذ والإعلام لتبرئة المتهمين وتشويه الأمن الوطني. إذن استكمالا لما بدأته يو تي في قبل أشهر بكشف النقاب عن شبكات كبيرة لتهريب نفط العراق، سلط برنامج مع ملا طلال الضوء على القضية الخطيرة، متتبعا مع جهاز الأمن الوطني خيوط الجريمة وكواليسها. عصابات منظمة لها القدرة على شن حرب على أجهزة الدولة الأمنية بالمال والنفوذ وبالإعلام لعله أقوى الأسلحة. نفطنا لنا من البصرة إلى كفري. حلقة برنامج مع ملا طلال جاءت استكمالا لما بدأته يو تي في عند بزوغ قضية القبض على عصابة تهريب النفط الخام. تحدث فيها جهاز الأمن الوطني بالأدلة عن ضباط كبار متورطين ليس في تهريب النفط فحسب، بل في تنظيم حملة لتشويه الجهاز وتبرئة المتهمين بضغط المال والنفوذ. انتم لو دفعوا لي كل واحد دفتر حتى الموضوع انا اقدر يعني اتمغط براحتي، من نطي فلوس قويه كلينهم على مود نبقى الامور نسوف بها براحتنا، بس اذا تبقى القضيه بس علي خلنا انا ادفع عن نفسي 5 دفاتر، مو صح لولا؟ فانا اذا هيك راح اتعاجز واطيح، ومن اتعاجز واطيح الناس كلها تهبد وتطيح وكلها عليها اوامر قبض وتطب كلها بالسجن. اي صحيح. يعني ما منعتها تشاره ولا مجال مثل ما يقول. هكذا إذا توفر المال وبدأت الهجمة المرتدة. القضية ما تزال قيد التحقيق والشبكة بالكامل في قبضة العدالة، والسؤال هو كم ستصمد هذه القبضة في ظل ما سموه الصولة الإعلامية. هذا المقطع أحدهم يجاوب الآخر يقول لدينا صولة بالإعلام. زين خلنا نسأل منو هذا اللي قايل منو لدينا صولة بالإعلام. هذه المحادثة بين تليفون عقيد رمضان وتليفون أحد المتهمين بالقضية اللي اسمه هاشم، خارج خارج السجن. عقيد رمضان تم نقله من جهاز الأمن الوطني إلى أحد السجون في وزارة الداخلية. يومكم ما كان عنده تليفون، ما كان عنده تليفون، يعني إجراءات مشددة جدا عندنا، وصار راح إلى توقيف تابع لوزارة الداخلية وحصل تواصل بينه وبين هذا الشخص. وهذه واحدة من شخص منه اللي دا يقول له لدينا صالة بالإعلام، هاشم. هاشم. وهي الصورة من تليفون، هاي الصورة رمضان. من تليفون هاشم، من تليفون بعد هاشم. بعد اعتقال هاشم. هذه الصورة من تليفونه، محادثة بينه وبين عقيد رمضان يتحدث عن لدينا صولة بالإعلام. وسواء أكانت صولات وجولات المال والإعلام والنفوذ ناجحة أم لا، فإن سؤالا آخر يطل برأسه من بين أسئلة كثيرة: من هؤلاء ومن وراءهم، وما مدى قدرتهم على لي أذرع الاقتصاد والأمن والقضاء؟ تجاوز وتحتدي على أهم مفصل الحياة في العراق، هو عصب اقتصاد العراق اللي هو النفط
النفط الخام ومشتقات النفط. فهذه المنظومة للأسف الشديد بسبب وجود بيئة مساعدة استطاعت أن تجد لها موطئ قدم عند بعض المتنفذين اللي ساهموا في حمايتهم، ولكن أنا أعتقد الآن الأمور تغيرت كثيرا، لن يكون هناك أي شخص. أنا عندي علم أنه جنابك وضباطك يتعرضون في هذه القضية تحديدا لضغوط هائلة هائلة حتى يتغير مجرى التحقيق. الأمن الوطني عنوان لا ينحصر بجهاز أمني ولا حتى برأي عام يراقب، فهو عنوان يعبر عن وجود الدولة إن كانت قابلة للتهديد أو أنها حقا دولة. أرقام صادمة لخسائر العراق جراء عمليات تهريب النفط من العراق وخطط الحكومة لمكافحة سرقة المشتقات النفطية. هذه الأرقام يستعرضها لنا علاء هاشم. تهريب النفط الملف الأكثر إثارة والأعقد بين الملفات، كونه يمثل الحصة الكبرى من الفساد، حيث كلف العراق نحو 150 مليار دولار خلال الأعوام الماضية وفقا لتقارير وتقديرات غير رسمية. أرقام صادمة عن خسائر العراق من تهريب المشتقات النفطية كشفتها تقارير صحفية ذكرت أن تهريب 15 مليون لتر يوميا يكلف البلاد ملايين الدولارات. مسؤولون كبار وضباط برتب عالية ومديرون في شرطة الطاقة تورطوا في عمليات تهريب كبرى للمشتقات النفطية بحسب ما أعلنت السلطات الأمنية. وللسيطرة على التهريب تم تشكيل 9 ألوية خاصة لمتابعة تلك العمليات ومنعها، بينما أسفرت الحملات الأمنية عن اعتقال نحو 469 متهما وضبط أكثر من 5 ملايين لتر من الوقود. لمناقشة هذا الملف الخطير وهو تهريب النفط من العراق معنا مباشرة الخبير الأمني والاستراتيجي الأستاذ فاضل أبو رغيف. أستاذ فاضل أهلا بك. هذا الملف المهم الذي يعني يضر جدار الاقتصاد في الوطن، هذه الحملات من وراءها؟ يعني خصوصا أنه تواجه الأجهزة الأمنية في العراق اللي اعتقلت المتورطين والمتواطئين في ملف تهريب النفط من العراق، من هؤلاء؟ نعم أستاذ ناطق، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريمة. يعني أستاذ ناطق بين بما لا يقبل الشك واللبس حميد الشطري هذه الملابسات بطريقة شفافة وبأسلوب مهني فيما يتعلق بالذين يقفون خلف هذه ويتوارون خلف هذه عمليات التهريب التي كان الهدف منها ضرب الاقتصاد العراقي والاختناء العاجل والثراء السريع على حساب المال العام. وبالفعل هناك أسماء وهناك بعض العناوين الآن، يعني هناك تحقيقات مستمرة ماضية قدما الأجهزة التحقيقية يعني بالتوصل إليها واحدا تلو الآخر. وأعتقد أن الأرقام التي توصلت لها أو توصل لها جهاز الأمن الوطني أرقام مرعبة. يعني قد يكون يعني هناك مستجدات بالقضية أستاذ ناطق. في ديالة لوحدها، ديالة يعني كان هناك عمليات تهريب يعني تنيف على أكثر من 2,500,000 لتر، وهذا رقم يمثل يعني رقما كبيرا في عمليات التهريب. في بابل هناك يعني هناك معمل تكرير ضواري بابل، هذا كان يعني معمل مين ريفاينري، هذا معمل مصغر يحول الماده الخام الكروت اويل الى ماده النفط الابيض والنفط الاسود والغاز وماده الفي ار، وايضا تم الاستيلاء على هذا المصنع على هذا المعمل الذي هو كله مصنع للسرقات باكثر من 3 مليون لتر، 3 خزانات كبيره كل خزان سعته مليون لتر. فضلا عن ذلك هناك يعني اكثر من 161 صهريج يعني تم وضع اليد عليه مع 161 ناقل ومهرب، فضلا عن 21 منتسب أيضا مشتركون بعمليات التهريب، فضلا عن 9 ضباط، فضلا عن يعني مهربين أيضا مجموعة من المهربين، فضلا عن ساحات التهريب كانت تناهز أكثر من 40 ساحة فقط في ديالة،
فضلا عن الكميات، يعني معامل التكرير التي تم اكتشافها في ديالى ايضا تناهز عن معملين، وهذا كله كانوا يعملون بطريقه اريحيه، بمعنى ان الان اقطع لك بغرس قاطع وجازما يا استاذ ناطق لك وللمتلقي ان ديالى باتت الان خاليه من اي عمليات تهريب ولو يعني لغايه ساعه اللقاء الحالي. يعني جهاز الامن الوطني نجح الى حد كبير في كبح جماح واحباط وايقاف نزيف تهريب النفط الاسود ومشتقاته في ديالى، فضلا عن عقر جهاز الامن الوطني، عقر دابر التهريب والسرقات ومد البايبات ومد الفاكيوم في بابل. طبعا إذا رجعنا بأثر رجع إلى محافظة البصرة، محافظة البصرة هي الأخرى أخذت حصتها وسهمها، دور كبير السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وبإشراف مباشر من قبله للقضاة محكمة الكرخ ولقاضي محكمة ولقاضي الأمن الوطني، متابعة حثيثة ودقيقة لملاحقة واقتفاء أثر أي من المهربين والضباط والمنتسبين والناقلين والصهاريج وأدوات السرقة، وجميعها جميع هذه العمليات نفذها جهاز الأمن الوطني وضباط جهاز الأمن الوطني بطريقة جهاز الأمن الوطني لم يتأثر بالجانب السياسي، لم يتأثر بالانتماءات التي يعني ينتمي لها من يقف خلف هذه. يعني هذه التغيرات والتقدم الإيجابي اللي ذكرت حضرتك، يمكن بعد إجراء رئيس الوزراء السوداني بعض التغييرات في هرم الأجهزة الأمنية، هل انعكس إيجابا على هذه العملية وعصابات التهريب؟ لاحظ أستاذ ناطق، يعني أنت الآن سألت سؤالا جوهريا مفصليا أدى إلى هذه النتائج الإيجابية. السيد السوداني لاحظ بشكل بين وعن كثب كيف أن عمليات التدوير والنقل والتقييم يجب أن تتم بصورة مباشرة، سواء كان للأجهزة الخدمية وسواء كان للأجهزة الأمنية. لذلك هو الآن يعني لديه فوكس على جميع الأجهزة الأمنية التي تشكو حالة ترهل وحالة تكرار وحالة توسطات. هناك أجهزة استخبارية قد تكون ليس فيها مختصون، هناك أجهزة تراقب الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية هي الأخرى، أيضا أنا أعتقد أن فيها ليس هناك مختصون. وكالة الاستخبارات اطلعت بدور ممتاز ودور كبير بضرب الجريمة المنظمة وبضرب الإرهاب فضلا عن ضرب التجار بالمخدرات. لذلك جهاز الأمن الوطني اختص اختصاصات رائعة جدا أستاذ ناطق. الآن المواطن يطمئن ومطمئن من عمل جهاز الأمن الوطني وضباطه لجملة اعتبارات، أنه ضرب الإرهاب وأكبح جماح غزوة رمضان في شهر رمضان حينما فكك مجموعة كانت تنوي تنفيذ طلبات غزوة رمضان، وفكك بضع مئات آلاف دعني أقول لك من كيلوغرامات من مادة الكريستال وغيرها. كذلك التفت إلى جرائم الاقتصاد وهي الجرائم التي هي عبارة عن تهريب وسرقات تقدر بمليارات الدولارات لو جمعت هذه كلها. أنا أريد أستغل وجودك على أستاذ فاضل، أريد أخذ أكثر معلومات من حضرتك، يعني أنت خبير أمني واستراتيجي، حتى يعرف كل الناس أنه هاي القضية قضية مهمة تمس كل مواطن عراقي، أنه إذا يتم تهريب المصدر الوحيد ربما من الثروة في العراق اللي ممكن يقوينا ماديا اقتصاديا. هنا أنا أريد أسألك، يعني شنو خطورة هاي العصابات اللي تستقوي بالنفوذ بالإعلام بالمال خصوصا؟ يعني هل سيكون هناك تأثير على سير عمليات التحقيق الجارية؟ شنو خطورة هاي العصابات؟ صدقني شوف أستاذ ناطق، جدا طبيعي الآن يتم استهداف ناطق ويتم استهداف فاضل ويتم استهداف أي شخص يسلط الضوء على هذه السرقات. جهاز الأمن الوطني لم يعبأ ولم يكترث إلى حجم هذه التهديدات، لا بل أنه وضعها في خانة سلة المهملات، أهملت جميع هذه التهديدات. لذلك نجد يعني المحققين في جهاز الأمن الوطني نجدهم لم يلتفتوا تماما لحجم لا تأثيرات، لم يتأثروا، لم يخشوا، لم يخافوا، لم يلتفتوا. فضلا عن ذلك قاضي جهاز الأمن الوطني بصراحة هو الذي يدفع باتجاه شحذ الهمم والدفع باتجاه عدم الخوف وعدم التأثر بالنسبة للمحققين بالنسبة للضباط.
رئيس جهاز الأمن الوطني السيد حميد الشطري هو الآخر كان له لقاء فونو مع قناتكم اليوم أمس أعتقد أو أمس الأول وأيضا وضع النقاط على الحروف. أعتقد يا أستاذ ناطق خلال الأيام القليلة القادمة أيضا سيتم كشف النقاب عن معلومات أخرى. الآن جاري التحفظ على هذه المعلومات للحفاظ على سرية التحقيقات لأن هؤلاء ليس يعني ليسوا بالأمر الهين وليسوا بالأمر السهل. هؤلاء يمتلكون المال، هؤلاء يمتلكون الباور، هؤلاء يمتلكون التأجير والاستعانة بمن باع ضميره بالسوشيال ميديا وبعض البيجات وبعض هو ارتزلك أستاذ فاضل. ردت أسئلك أنه هذه المنظومة الخطيرة هي قوية بسبب أكو جهات تساعدها، لكن هنا نريد نسأل أجهزة الدولة هل راح تصمد أمام هاي الهجمة اللي تشنها هذه الجهات اللي تقف خلف المتهمين اللي ممكن طلعوا براءة بعدين؟ أستاذ أولا يعني هؤلاء يملكون المال، يملكون الباور. أكو ضباط بالمناسبة، أكو تقريبا 5 ضباط لا زالوا في عداد الهاربين، وهناك أيضا من المهربين ممن يملكون المال لا زالوا هاربين، وهؤلاء يمتلكون. الذي يمتلك المال يمتلك الإعلام، والذي يمتلك الإعلام يمتلك خلق رأي عام وجو عام ومناخ عام، ومن يمتلك المال يستطيع أن يخلق رأي عام، وهذا الرأي قد يكون هو رأي بواسطة العقل الجمعي كما يعبر عنه كاريل يانغ. لذلك أعتقد أن الأجهزة الأمنية خصوصا جهاز الأمن الوطني لا أعتقد أنه سيعبأ، لا أعتقد أنه سيلتفت، وصدقني يعني كما يقولون بالإنجليزي بليدني لن يتأثر لا ضباط جهاز الأمن الوطني ولا قاضي جهاز الأمن الوطني. ويعني الأستاذ فايق زيدان حقيقة دائما وصاياه لا تتأثر، وسوف لن نأخذ بأي خلق مناخ وجو عام ضد متابعة التحقيق وإثراء التحقيق بما ينسجم ورفع الحقائق إلى القضاء للبت في حقيقة هذا الأمر من عدمه. أعتقد أن الأمور ماضية قدما باتجاه إتمام ما تبقى من تحقيقات، والليالي حبالة لا يدرى ما ترد، وقادم الأيام سترى يا ناطق، وسنخرج أنا وأنت إن كتبت لنا الحياة تارة أخرى ونوضح اللبس الذي وبعض الخفايا والخبايا التي يدخرها محققون جهاز الأمن الوطني حتى تتضح معالم الصورة بصورة جلية أكثر وأوضح ناطق. وطبعا يو تي في دائما كوسيلة إعلامية هي تسعى لإظهار الحقائق أمام المواطنين، وأيضا إن شاء الله راح نلتقي بحضرتك مرة أخرى لما يكون هناك انفراجة بهذه الملفات المهمة بالعراق. أشكرك جدا الأستاذ فاضل أبو رغيف الخبير الأمني والاستراتيجي. تكملة أخبار يو تي في ستكون مع الزميلة فاطمة الملائكة. إليك الوقت القادم فاطمة. شكرا ناطق، أهلا بكم. قال رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني إن العراق تلقى عروضا من عدة دول في المنطقة لتمويل وتنفيذ مشروع طريق التنمية. السوداني وخلال استقباله السفير الصيني أكد انفتاح العراق على كل الشراكات مع الدول الصديقة والحرص على تأسيس تنمية مستدامة تدعم جهود الأمن والاستقرار. من جانبه أكد السفير الصيني أن مشروع التنمية سيكون طريق السلام والازدهار في المنطقة وسيصبح مكملا لمشروع الحزام والطريق، مبديا رغبته في الاطلاع على دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع واستعداد الصين لتقديم المشورات الفنية لإنجاز هذا المشروع الحيوي. قالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكية إن العلاقات مع العراق تقدمت كثيرا في السعي من أجل الأمن والاستقرار والسيادة، مؤكدة أن الأولوية متقاربة ومتجانسة أكثر مما كانت عليه في الأعوام العشرين الماضية. وذكرت ليف في مقابلة تلفزيونية إن العلاقات بين البلدين تشمل مجالات متعددة كالتربية والثقافة والتغير المناخي والأمن الغذائي والمياه، مع وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون مع العراق
العراق لأنه دولة غنية بموارد الطاقة والموارد البشرية. وحول ملف الفساد في العراق، أكدت المسؤولة الأمريكية أن حكومة السودان جادة في مكافحته من خلال خلق فرص عمل وتوفير الخدمات، مشيرة إلى أن الفساد يؤثر على مستقبل البلد وينهك اقتصاده ويعزز الجرائم ويقوض حكم القانون. قال مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء إن تقرير خبراء صندوق النقد الدولي عن تباطؤ النمو الاقتصادي العراقي جاء متشائما جدا. صالح وفي تعليق له على التقرير ذكر أن المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف عادة ما تتمسك ببضعة عوامل جيوسياسية وبيئية حتى إن كانت وقتية، وقضايا تتعلق بتطورات الوضع الاقتصادي الدولي لكي تعطي سيناريو شديد الحزن عن مستقبل الاقتصاد. وأضاف أنه كثيرا ما تربط قضايا المياه والتصحر بمخاطر الأمن الغذائي من جهة، وانخفاض الطلب على النفط وتدهور عوائده عالميا، مشيرا إلى أن الحكومة في برامجها الاقتصادية للسنوات المقبلة أخذت جميع العوامل بالحسبان، وهي مسؤولية تخطيطية وطنية في الدفاع عن مصالح التنمية المستدامة في العراق. كشفت هيئة الاستثمار الوطنية عن وجود ما يقارب 60 مشروعا متلكئا في صلاح الدين وسحبها أكثر من 100 إجازة استثمارية. رئيس هيئة الاستثمار محمود التميمي قال في المحافظة، قال للوكالة الرسمية إن الإجازات المتلكئة هي تراكمات في الفترات السابقة، كاشفا عن خطط مستقبلية وفرص استثمارية جديدة تضم بينها 3 محطات لطريق التنمية، بالإضافة إلى مجمع سكني في تكريت ومشاريع ترفيهية وأخرى تجارية في داخل المدينة وخارجها. منذ 40 عاما تكابد نحو 600 أسرة ثقل التهجير من مناطقها في الموصل، بداية من قرية الجساري في سد الموصل ثم قرية البدرية وصولا إلى معسكر زمر، والآن يحوم فوقهم شبح التهجير مجددا بلا تعويض أو توفير مساكن بديلة. المزيد في هذا التقرير. لا خلاص من النزوح والتهجير لهذه العائلات التي تقطن هذه المنازل في منطقة عينزالة بناحية زمار شمال غربي الموصل. فبعد تهجيرهم من قرية الجساري في سد الموصل قبل نحو 40 عاما إلى قرية البدرية ومن ثم إلى هذا المعسكر، يواجهون اليوم تهديدا بتهجيرهم من هذه الدور بحجة أنها تتبع لوزارة الدفاع. تهجرنا بال 85 الى البرديه، اخذتنا الحكومه السابقه على البرديه. صار الاحداث مال 2003 تهجرنا الى دور معسكر عينزاله تهجرنا وسكننا بهذا الدور. سويناها هي كانت متبلشه، لا شباش لا باب، حطينا لها شبابيش وبوب وجامات وكهرب سوينا لها، ولحد الان ساكنين بها. هذا من 2017 الدولة هسه أنا الجيش قام يدور عليها، وهذا هسه جانا تبليغ لازم نخلي المعسكر قرار قاضي. ينقسم المجمع الذي تقطنه أكثر من 600 أسرة إلى كتل محاطة بجدران من الطوب مع تخصيص غرفة واحدة لكل أسرة للعيش والنوم والطهي، وهم اليوم مهددون بالترحيل خلال هذا الشهر من دون تعويضهم أو إسكانهم في أماكن بديلة. يريد يطلعون العوائل وين تروح؟ عندي هذا الشخص عنده 11 نفر اليوم كان يحكي لي وين ويانو 11 نفر عنده يدور على خيمة يريد يسكن بالشارع. مو قلت لي هالحكي؟ قال لي يريد خيمة عنده 10-11 نفر، قال يريد خيمة يسكن بالشارع. فس هاي العوائل 600-700 عائلة، يتجاوز 600-700 هاي وين تروح؟ هاي العوائل وين تروح؟ ما نعرف السبب. اكو موقع بديل راح ينطوكم؟ ما عندنا اي بديل. هسه لو خيمه نرضى، لو ينطونا خيمه بديل هم نرضى بيها. وتحذر منظمات انسانيه من تبعات تهجير هذه العائلات من استغلالهم من قبل تجار المخدرات او المجاميع المسلحه، مستغلين حاله شتاتهم واوضاعهم المعيشيه الصعبه. مصير مجهول تواجهه هذه الأسر، هجرة جديدة مجهولة الوجهة، يبحثون من خلالها عن بيت في هذا الوطن الذي يشردهم
منذ 40 سنة. قاسم الزيدي، يو تي في، ناحية زمار. قالت وزارة الموارد المائية أن مشروع بحيرة الثرثار سيسهم في تعزيز الإطلاقات المائية لتغذية نهر الفرات. الوزارة في بيان أوردته الوكالة الرسمية ذكرت أن المشروع يعمل على سحب المياه من بحيرة الثرثار والتي لا يمكن الاستفادة منها في الحالة الطبيعية إلا في حالة نصب المضخات العائمة لتغذية نهر الفرات بهدف تقليل آثار الشح المائي. وتعمل إدارة المشروع بنصب طواقم ضخ مختلفة التصاريف لتعزيز الإطلاقات عبر قناة ذراع دجلة باتجاه نهر دجلة والفرات ومحافظات الذنائب وتأمين المياه لمحطات الإسالة والأراضي الزراعية. تتجه مدينة أربيل إلى بناء 3 سدود موزعة على مدن الإقليم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية في بغداد لتخزين المياه وتوليد الطاقة وتطوير قطاع الزراعة، مع تقليل اعتمادها على الآبار الارتوازية في توفير المياه الصالحة للشرب. المزيد في هذا التقرير. 25,000 بئر ارتوازي في إقليم كردستان، نحو نصفها مخصصة للشرب بعد معالجة مياهها، والبقية تستثمر في قطاعي الزراعة والصناعة. في أربيل العاصمة تستفيد أحياء في المدينة من مياه الزاب، لكن هذه المياه السطحية لا تسد حاجة العاصمة، لذا وبحسب إحصاءات رسمية فإن أربيل تعتمد بنسبة تقدر ب50% على المياه الجوفية في توفير مياهها. بالنسبة لمشكلة المياه الجوفية في أربيل، أربيل مدينة كبيرة بها الجاليات والقنصليات والمكاتب الشركات الأجنبية هنا بشكل واسع، لأن ككونه عاصمة للإقليم مما أدى لازدياد سكانها، وهذا يتطلب مياه أكثر من دهوك وسليمانية. لتقليل الاعتماد على المياه الجوفية تنوي أربيل بناء 3 سدود موزعة على مدن الإقليم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية في بغداد لتخزين المياه وتوليد الطاقة وتطوير قطاع الزراعة، من دون أن تؤثر السدود الجديدة على كميات المياه الواصلة إلى سائر مدن البلاد. الإقليم نية أن يبني سدود، وهذه ماكو مشكلة بها، لأن هاي سدود صغيرة مو مثل سد الموصل من السدود الكبيرة. فالسدود صغيرة ماكو ضير أن تبنى، وخصوصا هي بالشمال فماكو ضير من بناء. ومن أجل الحفاظ على خزين الإقليم المائي من المياه السطحية والجوفية، شرعت أربيل ببناء 41 بركة ماء جديدة وبكلفة 27 مليار دينار. يجري العمل على بعضها، وتم تنفيذ ما يصل إلى 40% منها بالفعل. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في. أحبطت صحة ديالى تسويق 5 أطنان من الأغذية الفاسدة كانت في طريقها للتسويق في أحياء وقرى فقيرة في المحافظة. وقال مدير أعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح صحفي إن الشحنة المضبوطة تعتبر من أكبر الشحنات خلال الثلث الأول من العام الحالي، لافتا إلى أن بعض التجار يتعمدون جلب مواد فاسدة وتسويقها في الأحياء الفقيرة بالرغم من عدم صلاحيتها، معتمدين مبدأ الأسعار المنخفضة لتسويق بضائعهم الفاسدة بطرق سريعة. في ناحية الكرامة الواقعة في المثنى، أقام فريق إنساني مبادرة تطوعية لمساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة في المركز الصحي، فيما يؤكد أهالي المنطقة غياب أبسط العلاجات والأدوية في المؤسسات الطبية. ختان للأطفال، ثقب الأذن للفتيات، وفحص للنساء الحوامل في ناحية الكرامة. المكان الأكثر فقرا في محافظة المثنى، الأكثر فقرا في العراق. مبادرة تطوعية يقدمها فريق إنساني لمساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة في المركز الصحي للمدينة. الفريق التطوعي قدم خدمة لأكثر من 180 مراجعا
وهو ما يعادل ضعف المراجعين يوميا للمركز بحسب السجلات الرسمية فيه. ختان للأطفال، ثقب إذن للفتيات، والأعداد لغاية هذه اللحظة نقدر نقول أعداد مقبولة، يعني الختان تقريبا 37 طفل، النسائية تقريبا 50 حالة، ثقب الإذن 45. طبعا اللي خلانا احنا نتوجه المناطق النائية انه عوائل متعففة في هذه المناطق، يعني صراحة انه عاوز مادي عندهم. المبادرات التطوعية تعكس واقعا صحيا تنعدم فيه الخدمات في المثنى. يقول أغلب مراجعي المؤسسات الصحية في المحافظة إنهم يشترون أبسط العلاجات والأدوية من الصيدليات الخارجية بأسعار باهظة الثمن. المثنى تفتقر إلى نقص العلاجات الصحية، لأن أغلب ناسنا جاي يتعالج خارج المحافظات. نقص مركز أورام ما موجود بالمحافظة، مركز للثلاسيميا ما موجود، مركز للسمع ما موجود، مركز للكسور ما موجود. هذه كلها جاي نفتقرها، الأمراض المستحصية حاليا جاي نعالجها خارج المحافظات. تشير المصادر الطبية الخاصة ليو تي في إلى أن النقص الحاصل في المؤسسات الطبية هذه سببه قلة الدعم المركزي في بغداد لها، والتي تزودها 50% من حصتها الكاملة سنويا بسبب مشاكل مالية في الدائرة. يؤكد أغلب المواطنين في المثنى أنهم يتلقون الرعاية الصحية في القطاع الخاص بشكل مستمر بسبب توافر العلاجات هناك ونقص أغلبها في المؤسسات الحكومية الرسمية. من المثنى خليل بركات، يو تي في. إذن هذا كل ما لدي، وملف النفايات في بغداد أعود به إليك ناطق. شكرا فاطمة. 20 مليون طن من النفايات، هذا ما تنتجه البلاد يوميا بحسب وزارة البيئة، تكفي في حال استغلالها للاستغناء عن 50% من الغاز الإيراني، فيما تستمر شكاوى المواطنين من المكبات ومواقع التمر التي تخنق المناطق السكنية. وفي بغداد قدمت 15 شركة دراسات وخططا للفوز بمشاريع استثمارية لتدوير النفايات التي تشهد في بعض مناطقها انبعاث غازات سامة نتيجة تراكم الملوثات. أما في ذي قار التي وقعت مشروع توأمة بين بلديتها وبلدية براتو الإيطالية، فبدأت بالفعل باستقبال معدات تسميد النفايات العضوية ضمن المرحلة الأولى لتدوير النفايات برعاية الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. تتجه أمانة العاصمة إلى حل مشكلة النفايات عبر اعتماد معامل لحرق المواد الضارة وتدويرها من أجل الاستفادة منها، فضلا عن اختيار شركة لاستثمار النفايات والتخلص منها. مشروع سنتابعه في تقرير حيدر البدري. أكثر من 10,000 طن من النفايات في بغداد، 43% منها بقايا طعام. التخلص من هذه الكميات الكبيرة يوميا ما زال يجري وفق الطرق القديمة وغير الصحية، الطمر في المواقع المجازة وغير المجازة، والحرق بعيدا عن فرز المخلفات ومعالجتها. اليوم بدأ الحديث في أروقة الحكومة عن البدء بإيجاد طرق حديثة لمعالجة النفايات وتدويرها. 15 شركة متخصصة تحاول اليوم الحصول على فرص استثمارية لتدوير النفايات وإنتاج الكهرباء منها. يعني أنا اليوم ما عندي مبالغ أروح أودي وأطمر وشيل وذبهن وبعدين أحرقن وأصبعني معامل وأني أبيع الطاقة الكهربائية، ماكو هيك. لازم يدخل القطاع الخاص شريك، فدخول القطاع الخاص المحلي، ما عندنا بالعراق مستثمرين عراقيين يستثمرون حرق الطاقة الكهربائية، فصار اتحاد وشراكات بين العراقيين وبين رؤوس الأموال الأجنبية من الشركات ذات العلاقة، التركي، الإيراني، الصيني. الأمانة أكملت خططها وما زالت تدرس العروض المقدمة، مخصصة أكثر من 100 دونم في جانبي الرصافة والكرخ لتكون مكانا لمصانع التدوير المفترضة. الآن هيئت أمانة بغداد مع عقارات الدولة 50 دونم في أبو غريب و50 دونم أو أكثر في النهروان، هذه المناطق راح يصير بيها عملية معامل الحرق الجديدة.
أمانة بغداد تؤكدون جمع النفايات ليوم واحد وتحويلها إلى طاقة كهربائية يوفر 45 ميجا كهرباء في اليوم، وهو إضافة مهمة لشبكة الكهرباء الوطنية على حد قول المسؤولين فيها. حيدر البدري، يو تي في، بغداد. ما زلنا في ملف النفايات، فرغم مباشرة بلدية براتو الإيطالية بتجهيز بلدية الناصرية بمعدات تسميد النفايات العضوية ضمن المرحلة الأولى لمشروع التوأمة بين البلديتين وتعزيز قدرة العراق على إدارة النفايات المحلية، في هذا الوقت قال مدير بلدية الناصرية علي عبد الستار إن المشروع ما زال في مرحلة التخطيط وينتظر الدعم. مشروع التوأمة ما بين مديرية بلدية الناصرية وبلدية براتو الإيطالية يتم برعاية الاتحاد الأوروبي، مشروع دراسات، والدراسات أتممت المنظمة في الوقت الحاضي، وبعد أكثر من اللقاءات اللي صار ما بين وفد يمثل محافظة ذيقار وما بين وفد يمثل الاتحاد الأوروبي ومدينة براتو الإيطالية في مدينة أربيل، وحققت الدراسات تعتبر كملت. الدراسات هسه بما انه كملت لازم يصير تنفيذ على واقع الحال. الدراسه حاليا تحت يد وانظار محافظه ذيقار، مستعد فقط لجهه التمويل مني ممول هذا المشروع لينفذ. في هذه الأثناء كشف مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة عن تسجيل 9000 إصابة سنويا بالسرطان نتيجة التلوث البيئي المتفاقم في المحافظة. وقال مدير مكتب المفوضية مهدي التميمي أن هذا المرض بات يفجع كل عائلة في البصرة تحت سماء ملوثة تلوثا مركبا، مبينا أن استخراج النفط وإحراق الغاز المصاحب والمياه السامة الملوثة وتلوث التربة من مخلفات الحروب كلها عوامل أثرت على صحة الأهالي هناك. التميمي دعا إلى تشكيل خلية طوارئ حكومية لمتابعة الملف وتدارس الحلول. للحديث أكثر عن مشكلة النفايات في العراق معنا مباشرة الخبير البيئي والاستشاري في جامعة بغداد الدكتور حيدر عبد الحميد. دكتور أهلا بك. يعني كل الدول تحاول، وخصوصا في أوروبا، أنه يتم تدوير النفايات إلى طاقة مهمة للبلد. إحنا بالعراق ما الذي يقف حائلا أمام استثمار النفايات والتمر الصحي بدلا من خنق المدن بالغازات السامة والنفايات؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. حقيقة ملف النفايات في العراق ملف معقد وفي نفس الوقت سهل. يعني التعقيد لهذا الملف آتي من أنه تراكبية هذه المنظومة، تراكبية منظومة إدارة النفايات في العراق، ولكن في نفس الوقت من الناحية الفنية ناحية جدا سهلة التعاون معها وتحويلها إلى مصادر تمويل، ويعني تضيف إلى الموازنة العامة أو ميزانية الدولة أموال طائلة. عملية إدارة النفايات وتحويلها سواء تدوير النفايات أو استخلاص مواد يعاد استخدامها أو تحويلها إلى طاقة هي عملية هندسية متكاملة من الألف إلى الياء، لا تحتاج إلى الكثير من الأموال، بل العكس، هي ترجع لي أموال وتضيف لي أموال. هذه الأموال ترجع تكون على شكل استثمار في الصحة العامة للمواطن، استثمار في البيئة الآمنة، لأنه الاستثمار في البيئة الآمنة معناه أنا استثمر في صحة المواطن. والتقرير اللي عرضته قبل قليل قناتكم الكريمة في موضوع ارتفاع نسب السرطانات والأمراض في العراق بصورة عامة حقيقة يرجع جانب أساسي من إلى عدم وجود منظومة متكاملة لإدارة النفايات بصورة صحيحة. نرجع لموضوع تدوير النفايات. نعم، تدوير النفايات في دول العالم الغربي والشرقي حقيقة يعني منظومات متكاملة لإعادة تدوير وإعادة تدوير كل المواد التي ينتجها البيت، المحل التجاري، الزراعة، الصناعة، كل المواد اللي تصنف عليها النفايات الصلبة مطروحة يمكن إعادة تدويرها وإعادتها إلى عجلة الاقتصاد كمواد أولية. هذه تساهم في نفس الوقت ستساهم في تقليل من الغازات من الاحتباس الحراري، تأثر على التغيرات المناخية، كل هذه سوف تقلل. طيب طالما دكتور تقلل من طالما تبعات، يعني هناك تعقيد وهناك أيضا في المقابل سهولة بهذا الملف، ليش ما نسهل المعقد؟ يعني شو الإجراءات المطلوبة حتى نسهل الموضوع ويتم تدويره بشكل طبيعي؟
نحتاج قرار فقط قرار. أنا أقول لك بصورة واضحة نحتاج إلى أن صاحب القرار يكون فني ويتخذ هذا القرار، وإنما وباقي هذه العوامل سواء إنتاج الطاقة للفقط للتذكير لكل واحد ميجا وات كهرباء إحنا نحتاج نحرق 2 طن نفايات، فبالتالي ومعامل إنتاج النفايات في دول العالم تنتج ما بين 28 إلى 35 ميجا وات، هذه تضاف إلى الشبكة وتستطيع أن تضيف إلى الشبكة، وحقيقة هذا كان مقترح أنا قدمته من زمان من 2006 بهذا الخصوص إلى أمانة بغداد، وإذا الإخوان في أمانة بغداد يشوفون يعرفون هذا الشيء. في مجال أنه 28 ميجا وات يوميا تقدر تضيف محطة واحدة، فإذا قدر نجمع 4-5 محطات نقدر نضيف ما يقارب 100 إلى 120 ميجا وات يوميا إلى المناطق إلى الشبكة الوطنية. هذا جانب. الجانب الآخر إعادة التدوير، إذا نجي إلى إعادة التدوير ليس توليد الطاقة من النفايات. الآن مواد مثل الألمنيوم، علب البيبسي وهذه المشروبات الغازية اللي نتناولها، هذه إعادة تدويرها 100% تستطيع أن تعيد تدويرها إلى ما لا نهاية. يعني بعض المواد لا يمكن تدويرها أكثر من 3-4 مرات، ولكن هذه هي يعني لها قيمة يعني قيمة كمادة كمعدن كألمنيوم كانز. أيضا بالنسبة إلى البلاستيك، هذا والآن إحنا الآن استخدام البلاستيك بصورة كلش كبيرة، يعني إحنا الآن إذا نريد نشرب ماء نشتري قنينة الماء البلاستيكية، هذه أيضا يعاد تدويرها. إذا عدنا تدويرها وحولناها إلى مواد قابلة لأنه تدخل بالصناعة، بعد ما أحتاج أستورد البي في سي أو البي إي تي من دول أخرى، وهذا الاستيراد أو تصنيعها داخل العراق يؤدي إلى أنها تؤدي من النفط، تؤدي إلى زيادة الانبعاثات وزيادة بالفعل هذا يعني اللي أكد بالإضافة إلى التغير المناخي. طيب اللي أكد كلامك عن الطاقة دكتور أنه اليوم وزارة الكهرباء تؤكد بأن النفايات العراق تكفي للاستغناء عن 50% من الغاز الإيراني، إذن هي يعني إحدى موارد الدولة ويمكن تعزيز الموازنة حتى بها. إذن بهذه الحالة شنو المدة اللي يحتاجها العراق للوصول إلى هذه المرحلة؟ ما بس مدة، يعني أنشئ معمل، أنشئ المعمل من غير المدة يعني لتوليد الطاقة من النفايات، يعني المدة مسألة قد تكون ضبابية حسب الشركة المنفذة أو حسب الجانب اللي راح ينفذ، ولكن المهم أنه نتفق على الهدف على الكونسبت أنه يجب أن نحول هذه النفايات إلى مردود طاقة، إلى مردود معناه خلينا نسميه دينار، يرجع دينار إلى الموازنة إلى الميزانية الدولة، أو إذا رحنا بهذا الاتجاه. أما إذا رحنا إلى اتجاه إعادة تدوير النفايات فأيضا هذه إعادة التدوير سترجع على شكل حصة مالية داخل الدولة إلى وزارة المالية أو إلى الأمانة وما شابه ذلك. يعني الآن في عادة تدوير النفايات قد تسألني شلون نقدر نجيب موارد، يعني عملية بيع البايوغاز الغاز اللي ينتج من تحلل المركبات العضوية في النفايات، هذا في دول العالم يسوق وينباع. عملية إنتاج الأسمدة الكومبوستينج هذه أيضا تباع على شكل أقراص أو تباع على شكل سماد. عملية الريكفري للطاقة استعادة الطاقة، يعني أنا عندما أنتج بلاستيك معاد وأرجعه إلى الصناعة حقيقة راح أستغني عن 20-25% من أن أشتري بلاستيك جديد، فبالتالي قللت العملة الصعبة اللي تخرج خارج البلد من 25% ضمن هذا الإطار فقط. ايضا نفس الطريقه عمليه اعاده التدوير شلون تخدمني اقتصاديا، هذه الخدمه الاقتصاديه في عمليه التدوير هي راح تخلق فرص عمل جديده وفرص عمل يسميها الاقتصاد الاخضر او الاقتصاد المبني على بيئه خضراء، بمعنى زرعنا مفاهيم اقتصاد اخضر وهو يتكلم به العالم الان انه تكون ضمن سلسله متكامله تحافظ بها على البيئة ومن ضمنها إدارة النفايات بصورة متكاملة وبنفس الوقت تخلق فرص عمل لأناس يحملون مفاهيم الاقتصاد الأخضر بحيث تكون دورة المال متوازنة ولا تأخذ شيء من ميزان الدولة وإنما تضيف إلى ميزان يعني الدولة يعني كريكفري للطاقة أو استعادة يعني للطاقة. يعني هذا كلامك دكتور ومقترحك وتحليلك للوضع عن تدوير النفايات، يعني راح نشوف بالفعل انفراجات في عدة ملفات ومشاكل بالعراق اللي ذكرتها، وعجبني هذا الكلام جدا. لكن خليني أسألك سؤال أخير، اليوم وزارة البيئة تؤكد بأن العراق ينتج 20 مليون طن من النفايات هذا باليوم الواحد، هذا الرقم طبيعي مقارنة ببلدان أخرى؟
نعم، خلي أتكلم عن الجزئية. إذا افترضنا عدد سكان بغداد 8 مليون نسمة، فمعدل إنتاج الفرد تقريبا يتراوح ما بين 1.1 كيلوغرام 1 بالعشرة إلى 1.25 إلى كيلو ربع من النفايات. فإذا ضربنا يعني كل مواطن ينتج ما مقداره كيلو ربع من النفايات باليوم، فإذا ضربنا هذا الرقم في 8 مليون نسمة يطلع لنا هذا المقدار هو 10 مليون طن. صحيح، ولكن المشكلة وين؟ إنه هذا 10 مليون طن ما نزال إحنا نعاملها بطريقة بدائية. هذه المشكلة أستاذنا العزيز، المشكلة إنه يجب أن نرتقي بطريقة فهمنا لإدارة النفايات ونروح إلى تكنولوجيات نستفاد. يعني دول العالم، جميع دول العالم تخلق من النفايات أموال. نحن الآن نودي النفايات ونطرحها إلى مواقع تمر، راح تحتاج الدولة استملاكات أراضي وقد تقضي على أراضي زراعية، وبالتالي يجب أن تتحول هذا الموقع اللي قد يكون منطقة زراعية أو منطقة تربة، هي تربة، خلينا نقول مساحة 50 دونم اللي ذكرتوها في تقريركم، 50 دونم و60 دونم استدعت من المساحة، ولكن أنت بأنما تطور النفايات بها هذه تحولت إلى منطقة يعني موضوع منطقة ما تقدر تستفاد من عندها. التربة هي مصدر، هي ثروة، التربة هي ثروة. أنت تجي تلوث هذه التربة على مدى 10-15-20 سنة، والحلول بيدك عبارة عن مجمع صناعي ما يتراوح أبعاده قد يكون 5 إلى 6 أو 10 دونم وتحول إلى نعم. أنا أقول إنه إلى مناطق إذا سمحت لي دكتور، يعني يا ريت إنه هذا الكلام ينفذ يطبق، وهذه به استفادة كبيرة. يا ريت المسؤولين يأخذون بكلامك ويتم، وليس صعب، ليس صعب. فعلاً أنا يعني أمام في شاشتكم الكريمة، ليس صعب التنفيذ إطلاقاً، ليس صعب. هذه التقنيات يا أستاذ مستخدمة من الخمسينيات، يعني احنا ما من المنطق اني اشكرك 60 سنة متأخرين. نعم. انه يعني يقولوا لي الوقت انتهى للأسف، لكن ان شاء الله نأخذ بهذا الملف في جولات اخرى. شكرا. الدكتور حيدر عبد الحميد الخبير البيئي والاستشاري في جامعة بغداد، شكرا جزيلا. مشاهدينا، هل سمعتوا بالرق الأصفر؟ أكو حالة ملفتة تشهدها أسواق واسط وانتشار واسع بما يسمى رق الأناناس، أي الرق الأصفر، اللي يعد بحسب مختصين بمثابة دفعة تسويقية للمحصول الجديد. الآن حمزة الأسدي راح يعرفنا بمعلومات وافية بتقرير عن الرق الأصفر. رق الأناناس أصفر وعسرتشين، مختلف باللون والطعم، يغزو الأسواق هنا بشكل استثنائي، وبدايات انتشاره من مزارع ناحية الشيخ سعد جنوبي أواسط. خليل سلمان واحد من أقدم بائعي الرق هنا، يرى أن الرق الأصفر غير قابل للخزن على عكس الأحمر، فهو لا يتحمل درجات الحرارة العالية، وهذا سبب في رخص ثمنه، فسعر الكيلو الواحد يصل إلى 500 دينار فقط، في وقت ما يزال الأحمر يقف عند 1500 دينار للكيلو الواحد. الحمرة تقاوم أزيد من الصفرة. ليش؟ لأن الحمرة مزروعة عندنا وجو على جونا، مو على جو الشمال بارد. بحسب خبراء الزراعة، فإن طفرة الرق الأصفر ظهرت أول مرة في جنوب أفريقيا، ثم انتشرت في الصين، وبعدها في تركيا والأهواز الإيرانية، ومؤخرا وصلت بذورها إلى العراق. بدايته هو عبارة عن طفرة وجدت في أفريقيا وتم إكثارها في الصين، وتعتبر أحد الدول أو اللي تزرع بالمرتبة الأولى، وبعدها تركيا وبعدها إيران. دخل هذا المحصول أو هذا النبات إلى العراق عن طريق وأكثاره في محافظة واسط في بعض الأماكن، منها الشيخ سعد أو الصويرة. اللون الجديد في محصول الرقي زاد بشكل ملحوظ من نسبة الإقبال على رقي شيخ سعد حتى الأحمر منه،
مختصون في شؤون تسويق المحاصيل الزراعية أكدوا ليو تي في أن هذا اللون يعد بمثابة دفعة تسويقية للرق العراقي، فالحديث عن النوع الجديد ضاعف كمية الطلب عليه. من وسط حمزة الأسدي، يو تي في. إذن الرق الأصفر هو منافس جديد للرق الأحمر. شكرا حمزة على هذا التقرير المختلف. لكن قبل أن نختم النشرة نعرف الآن أحوال الطقس بالعراق من خلال النشرة الجوية. وانتهت نشرة يو تي في. شكرا لكم وإلى اللقاء.